غير معنية نعم بهذا الاستاتيكو الذي جرى الاتفاق عليه. فما يدور الآن أعتقد أنه رسم للجغرافيا السياسية للمناطق العربية تحديدا يستحق هذا الرسم هذا من الجديد، جهة. هذا صراع الإرادات يا دكتور، يستحق كل هذه التهيئة الكبيرة بحيث تدخل أمريكا بشكل مباشر من خلال القصف، قصف الطائرات الجوية، هذا صراع الإرادات يستحق كل هذه التهيئة بالنهاية؟ طبعا بطبيعة الحال بعد فشلها في العراق وفشلها في أفغانستان، نعم أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول الحصول على مكاسب في مكان آخر لرفع معنويات جيشها وجنودها المنتشرين في أكثر من منطقة في الخليج. وربما هذا الانتشار الكثيف في الخليج كان تحضيرا لما يدور الآن في اليمن، وربما على الضفة الأخرى من الصومال، وما تحدثت عنه وسائل الإعلام وتسليط الإعلام عليه من قراصنة يخطفون السفن ويطالبون بفدية. كل ذلك أعتقد يأتي في نفس وما السياق الذي يمكن أن والحديث عن تكسبه يا تنظيم دكتور القاعدة. أمريكا من خلال الدخول في هذه الحرب اليمنية لرفع معنويات جنودها؟ يعني بطبيعة الحال أي مكسب يمكن أن يتم تحقيقه على المحور باتجاه السيطرة على الجبال، ونحن نتابع الإعلام نعم الغربي تحديدا الذي يسوق أن كل يوم جرى سيطرة على تلة أو على جبل أو على وادي أو على منطقة، وكل ذلك يعني في الإعلام الغربي يتم تسليط الضوء عليه وكأنه مناطق شاسعة وكأن هناك جيوش جبارة تقاتل الوحدات اليمنية والسعودية والطائرات الأمريكية. فكل ذلك يتم تضخيمه في الإعلام، وما جرى منذ بعض الأيام حول الحديث عن محاولة تفجير طائرة أمريكية نعم ببعض الخبرات اليمنية أو رد على موضوع اليمن، أعتقد لإعطاء دفع في الإعلام الدولي لربط موضوع القاعدة بالحوثيين، لأنه نحن نعرف أنه في الغرب لا يدركون الفرق بين الحوثيين الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم وشرفهم وعن القاعدة التي تحاول الولايات المتحدة استعمالها بعبع أو بعض في بعض الإطار السينمائي لاستحكام مشروعها في منطقة الشرق الأوسط وربما في مناطق أخرى. فرأينا كيف اختلط الدور الأفريقي بالدور القاعدي باليمن، وكيف تم استغلاله في الإعلام الغربي لإعطاء دفع مزيد نعم من الانتصارات الوهمية على الأرض اليمنية للتغطية على الفشل في العراق وفي أفغانستان. طيب دكتور سأعود إليك، لكن دعني أنتقل إلى لندن إلى حيث الدكتور فؤاد إبراهيم الكاتب والباحث السياسي. دكتور فؤاد مرحبا بك، ماذا يعني برأيك دخول الحكومة اليمنية الآن والعودة إلى الخط السياسي أو المفاوضات؟ الآن تحدثت قالت نحن نؤكد على النقاط التي طرحناها، النقاط الخمس، لكن نقبل في الوقت ذاته أي كلام أو نسمع أي كلام يطرح من خلال الطرف الآخر أي الطرف الحوثي، ماذا يعني ذلك برأيك يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ببساطة يعني هذا الأمر بأن الحكومة اليمنية توصلت إلى حقيقة أن الحرب لم تعد خيارا أو لم يعد حلا يمكن أن يحسم الأمر على الأرض. الحكومة اليمنية جربت استعمال قواتها بكل نعم. فصائل وبكل أقسام هذا الجيش، وفي الواقع واجه هزيمة منكرة في الداخل. استعانت الحكومة اليمنية أيضا بالقوات السعودية، وهي الآن أيضا تواجه مأزقا حقيقيا، وربما هذا السبب أيضا في استدراج القوات الأمريكية للتدخل في الميدان. نعم. أعتقد بأن الحكومة اليمنية لم يعد أمامها خيار سوى التفاوض والقبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها في قطر. الحكومة اليمنية بلا شك اليوم تواجه أزمة كبيرة جدا، واستمرار الحرب يؤكد هذه الأزمة بل يثبتها ويعمقها أيضا. لكن اسمح لي دكتور فؤاد، هذا الكلام ربما يتقاطع مع كلام الدكتور عماد بأنه قال صراع إرادات، إذن هذا يعني أن الحرب يجب أن تستمر والخيار العسكري يقف في مقدمتها يا دكتور؟ صراع الإرادات ربما إذا يعني بحثنا الأمر من منظور استراتيجي، نعم، قد تكون للولايات المتحدة أجندة خاصة في المنطقة عموما، ولكن حين نتحدث الآن عما يجري في اليمن بشكل يومي، أعتقد بأن الحكومة اليمنية واجهت مأزقا حقيقيا، نعم، والقوات السعودية أيضا واجهت مأزقا
قدمت القيادة العسكرية السعودية مهلة 48 ساعة من أجل انسحاب القوات الحوثية من مركز الجابري، في الليلة الماضية تم الاستيلاء على مركز جديد، والسعودية تخسر على الأرض بينما هي تعوض هذه الخسائر من خلال اقتراف المزيد من المجازر. ونلحظ بصراحة يوميا هناك قانا وهناك جبالية وهناك بيت حانون في اليمن، ولكن للأسف الشديد بسبب الصمت العربي والغياب الإعلامي. النقطة بالذات لو تسمح لي دكتور فؤاد، لو تسمح لي تتحدث عن تدخل الوجود السعودي، لم يعد ربما تكون السعودية لو تسمح لي من خلال كلامك هذا مدعومة من ناحية فكرية سياسية عقائدية. أمام خيار دكتور التفاوض. دكتور فؤاد، ربما تكون السعودية مدعومة من ناحية العقائدية الفكرية، خاصة مع صدور الفتوى التي واجهت الكثير من الانتقادات من العلماء والجهات الإسلامية العربية السنية والشيعية. هنا مثلا على سبيل المثال أمامي من النجف الأشرف، حوزة من النجف الأشرف إلى كل أشراف العالم، يعني إذا هناك مناشدات. إذا دعني أعود وأقول هناك السعودية ترى نفسها بأنها مسلحة من الناحية العقائدية والسياسية في دخولها إلى هذه الحرب. أعتقد هذا الأمر قد يكون مبالغا فيه. السعودية ليست لديها غطاء شرعي في اقتراف هذه المجازر أو حتى التورط في نعم. العسكري في الشان اليمني. لقد لاحظنا أيضا حتى من الأيام الأولى لدخولها الحرب أن التأييد والحماسة الداخلية تراجعت كثيرا، ولذلك استعانت الحكومة بالخطاب الطائفي وحرضت بعض العلماء بما فيهم المفتي لإصدار فتاوى تكفيرية، وهي العادة المتبعة للأسف في السعودية. حينما يختلفوا مع أي طرف يكون سلاح التكفير هو السلاح الأمضى في معاركهم أو مع خصومهم. طيب، ليس هناك من يؤيد هذه الحرب لأنها ليست مبررة في الأساس، وليس هناك مبرر شرعي للدخول في هذه الحرب. طيب اسمح لي دكتور فؤاد، أذهب إلى فاصل أحبتي المشاهدين، ثواني ونعود. ونعود إليكم وإلى محورنا اليمن، صمت عربي وتدخل أجنبي، محور حديث هذه الحلقة من برنامجكم قضية ساخنة. معي في الاستوديو السيد أحمد كاظم زاده الخبير في شؤون الشرق الأوسط، من بيروت معي الدكتور عماد رزق الخبير الاستراتيجي، ومن لندن معي الدكتور فؤاد إبراهيم الكاتب والباحث السياسي. على أن ينضم إلينا فيما بعد السيد يحيى الحوثي عضو البرلمان اليمني، معي سيكون معنا عبر الهاتف من ألمانيا. أعود إليكم من جديد سيد كاظم زاده، لماذا إذا كانت الحكومة اليمنية كما سألت الدكتور فؤاد بأن الحكومة اليمنية صارت تتحدث عن احتمال أن توافق على مفاوضات مع الحوثيين، إذن لماذا لا تقول تعود وتقول نحن نوافق على اتفاق الدوحة بينها وبين الحوثيين من جهة أخرى؟ أعتقد أن الحكومة اليمنية وعندما وقعت على اتفاقية الدوحة كانت ترغب بحل القضية أو الأزمة عبر الحوار، ولكن حسب اعتقادي هناك ضغوطا من الجانب السعودي على الحكومة اليمنية حالت دون ذلك. هذا لماذا عفوا سيد كاظم زاده، لماذا لم توافق السعودية على أن يعني يكون هناك اتفاق على اتفاق الدوحة؟ هل لأنه صراع إرادات كما عبر الدكتور عماد رزق ضيفي من بيروت؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول أن اتفاقية الدوحة أبرمت بوساطة قطرية وكانت على وشك التوقيع بوساطة قطرية. قطر كانت قد تدخلت في وقت سابق وحققت نجاحا في وساطتها في لبنان وأنها في تنافس مع السعودية، ولهذا
هذا فإن إحدى أسباب امتناع السعودية عدم امتناعها عن قبول هذه الاتفاقية هو موضوع هذا الموضوع التنافسي. بالإضافة إلى ذلك لاحظنا أيضا ما حدث في لبنان، والسعودية لا تريد أن يكون أي تدخل لقطر في شؤون الإقليم لكي لا تنافسها. على أي حال أن هناك تشاؤم أو هناك نظرة سيئة لدى السعوديين تجاه تعزز النفوذ الإقليمي القطري، وأيضا هناك توجس سعودي من ما تسميه بالخطر الشيعي في اليمن. كل هذه الأمور دفعت بالجانب السعودي لكي يمارس الضغط على الحكومة اليمنية. لكن أركز على قضية اتفاق الدوحة لو تسمح لي سيد كاظم. زاد أعود إلى الدكتور عماد رزق، طرح مجموعة من الأمور منها أن تكون هناك وجاهة للشيعة وما إلى ذلك، مجموعة من الأسباب، لكن هنا أركز على قضية الدوحة. هل يعني برأيك يا دكتور عماد بأن اتفاق الدوحة قد مات؟ رومان الحوثيين كانوا يكررون منذ بداية المعارك دعونا نعود إلى اتفاق الدوحة، هل هذا اتفاق مات أم ستعود الحكومة لتوافق على هذا الاتفاق كما الآن باتت تتحدث عن بداية المفاوضات؟